لشو بده ينتبه مولود الحوت بالأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني جانور يناير 2024؟ عزيزي بدك تنتبه بأول الأسبوع وبين التنين والأربعة من الفوضى والبلبلة، يمكن من بعد ما مرقت بأيام حلوة تتخربط مواعيد لإلك، أو تضطر للسفر، أو تعتذر عن تلبية بعض الدعوات، أو بالعكس يمكن تأجل سفر ويحصل شيء يجعلك متوتر. لقاء فينوس بالقمر ببرج القوس بيجعل بعض العلاقات الشخصية مهددة، ولح تشوف انت هالشي. كمان بالعمل بتواجه بعض الاضطراب، ما تأجل ترتيبات معينة انت مضطر لها، لازم تضبط الأوضاع بدون استسهال أي معالجة. يعني بدك تكون جدي حاذر مع القمر الجديد بالجدي يوم الخميس إنه تتصرف بطريقة نافرة. هالقمر بأول معنويات، بس انتبه يمكن يمتعد البعض من مزاجك الضاغط بسببه. حاذر حتى ما تعطي انطباع سيء عنك ابتداء من يوم الخميس، بس بهالفترة كمان وليوم الجمعة يمكن تلاقي السبيل الأفضل لتهدئة الخواطر. كل شيء محتمل حاليا، نزاعات، تهدئة. بتسترجع بين السبت والأحد ملفات ماضية أو لقاءات صارت بالأول حتى تبرزها كإثبات على تفاهم ما أو على اتفاق لقى شوية بلبلة، أو بتعاود اللقاء بكل بساطة بمن شغل قلبك طويلا في الماضي.